لو انت محتاج شوية باور او محتاج طاقة لازم تشرب لك القهوة دي، وهي القهوة الاسبريسو، لان في رمضان بتحس بكسل وخمول، طب انت محتاج نشاط وحيوية. وقبل ما تعمل كل حاجة، قبل ما تخرج، قبل ما تعمل كل حاجة، اشرب قهوة اسبريسو قبل ما تطلع اي مكان، لان قهوة اسبريسو هيديك نشاط وحيوية وباور، بالذات في رمضان يزداد الكسل والخمول. فخلي رمضانك احلى مع الاسبريسو. واذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس، وريت تعملوا تفاعل، مش عايز بس واحد يتفرج على اليوتيوب ويمشي، لا، عجبك الفيديو اعمل لايكات، ولو عندك صحاب او ناس حبايبك اذا كانوا محترمين يا ريت تقولوا ان انا عندي فيديوهات حلوة. وشكرا لكم.